صباح الخير والسعادة. والنهاردة هنروح مكان قصته كلها جمال، إبداع وحياة. هنتفرج فيها على شكل القصور الملكية، وإزاي كانت وإزاي كان شكلها وكانوا بيعملوا إيه جوه. قصتنا النهاردة من قصر الأمير محمد علي باشا في المنيل، وده أهم المتاحف التاريخية وكمان أجملها. القصر موجود في مدينة القاهرة، تحديدا في منيل الروضة، ده كده السور بتاع القصر قرب القصر العيني، وممكن توصله عن طريق عربيتك أو عن طريق مترو الأنفاق، وتنزل محطة السيدة زينب وتتمشى دقايق هتلاقي نفسك وصلت للقصر. مواعيد الزيارة بتكون من 9 الصبح لحد 5 العصر، وسعر تيكت الدخول 10 جنيه للطلبة و20 جنيه للعاديين، وللأجانب سواء بقى طلبة أو مشتربة 50 جنيه. وهنا كده أنا وصلت وقت صلاة الجمعة، طبعا بيبقوا قافلين الوقت دوت، بيفتحوا الساعة 9 ويقفلوا وقت الصلاة بس. زي ما احنا شايفين البوابة بتاعة القصر بوابة ضخمة، اللي هي واخدة الطراز الفاطمي أو الطراز العثماني. كانت البوابات دايما عالية وضخمة، وكمان النقوش بتاعت البوابة واخدة النجمة الإسلامية فيها كلها وفيها بروز، وده طبعا تبع الطراز الأندلسي. بصوا، هو القصر جوه ميكس من الثقافات، ودلوقتي هنشوف ده كده شكل القصر من بره. هي أنا كنت بسمع عنه كتير، ولما دخلت انبهرت، أنا ما كنتش فاكرة إن فيه فن كده أو واصلين للزخرفة وللتقنيات اللي موجودة جوه بالطريقة دي. والأمير محمد علي باشا هو ابن الخديوي توفيق، ابن الخديوي إسماعيل، ابن إبراهيم باشا، ابن محمد علي باشا الكبير، يعني هو حفيد محمد علي باشا الكبير. القصر تم البدء في بنائه سنة 1901 على مساحة 61711 متر مربع، منها 5000 متر حجم المباني. انتوا شايفين هنا انا عمالة أأكد شوية على التكتشر بتاع البوابة قد ايه هي كانت رائعة، وكمان كان الشكل القديم مديها يعني روعة. وبصوا، طول ما انا في المتحف هتلاقوني بصور السقف كتير، لان هما ما سابوش مكان الا فيه زخرفة الا فيه شغل. وغالبا الطابع اللي هما كانوا واخدينه الطابع اللي هو النجمة الاسلامية بكل بقى الطرق بتاعتها. بصوا، زخرفة من هنا لبكرة يعني. طبعا الوان رائعة وهادية وكل حاجة كانت جميلة. وكل ده احنا لسه ما دخلناش، احنا كده لسه عند البوابة، عند المكان اللي بناخد منه التيكت. بتلاقي كل الزخارف ديت، وبتلاقي على اليمين في حجرة اسمها حجرة استقبال كبار المصلين او سرايا الاستقبال، اللي كان الامير بيستقبل فيها كبار الشخصيات اللي بتحضر للقصر لاداء صلاة الجمعة. وكمان كان الغرض منها استقبال الضيوف والرسميين، وكمان بتحتوي على زي ما احنا شايفين تحف نادرة، سجاد وأساس ومناضد عربية مزخرفة، شايفين الترابيزات. وسرايا الاستقبال متكونة من دورين، الدور الأول بيضم حجرة التشريفة، ده كانت عشان يستقبلوا فيها الشخصيات الرسمية وكبار رجال الدولة وكمان السفراء. أما الجزء الثاني كان استقبال كبار المصلين مع الأمير في المسجد اللي بالقصر، ان في مسجد جوه القصر لسه هنشوفه. الدور الثاني كان بيضم قاعتين كبار، واحده على الطراز المغربي كل جدرانها بالمرايات والبلاطات الإشاني، والقاعة التانية على الطراز الشامي، هنلاقي كل جدرانها مكسية بالخشب، حتى الأسقف بتاعتها السقف كان مكسي بالخشب، عليه كله زخارف هندسية ونباتية كلها ملونة ودقيقة جدا جدا في التنفيذ. ده طبعا غير الكتابات القرآنية اللي كانت مكتوبة وأبيات الشعر الكتيرة، لأن هو محمد علي باشا كان مرهف الحس، كان فنان وكان متذوق جدا جدا للفن، وإلا طبعا ما كانش طلع التحفة المعمارية الجميلة دي. شايفين كده السجادة عاملة ازاي؟ السجادة طبعا هنا
لا يقدر بثمن. هنا كده انا طالعه الدور التاني، طبعا زي ما احنا شايفين الشبابيك كلها معموله من الازاز الملون المعشق ده، كده نموذج لسرايا الاستقبال عامله. بصوا شايفين الجمال، هي حاجه تحفه بصراحه. دي كده اوضه الاميرات، كان فيها برضو الاميرات هنا بيتجمعوا الاستقبال، كل المكان دوت كان الاستقبال. محمد علي هو اللي اختار بنفسه القصر دوت والمكان ده عشان يقيم عليه قصره، واول حاجه انشاها في القصر كانت سرايا الاقامه اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي دي، بعد كده اكمل بعدها باقي السرايات اللي موجوده اللي هنشوفها بعدين. ومحمد علي هو اللي وضع التصميمات الهندسيه والزخرفيه، وكان اشرف على كل خطوات التنفيذ فيها. اللي قام بالتنفيذ هو المعلم محمد عفيفي، واحنا عرفنا اسمه طبعا ان هو موجود اسمه على مدخل القصر، في عبارة مكتوبة على مدخل القصر مكتوب عليها انشأ هذا القصر الامير محمد علي نجل محمد توفيق احياء للفنون الاسلامية واجلالا لها، وابتكر هندسة البناء وزخرفته الامير وقام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وتم ذلك سنة 1348 من الهجرة. ده الكلام ده موجود على القصر في البداية خالص أول ما دخلنا. شايفين هنا كل الشبابيك الملونة دي، بصوا الأبعاد، بصوا كمية الشبابيك قد ايه فوق، كل ده بالإزاز الملون، وكل الحيطة طبعا متزخرفة وكلها مكسية بالخشب أو الأخشاب اللي هي على شكل الأرابيسك. طبعا حاجة فخمة جدا جدا، وعلى الطراز العربي الرائع. بصوا البيبان الخشب، بصوا بقى التحفة المعمارية اللي دي، الإزاز دوت تخيلوا ده كده موجود من ساعتها بنفس الألوان الزاهية دي كده. هنا كده أنا نازلة من على السلم، طبعا النجفة اللي نازلة ديت معمولة من المعدن. هنا ده كده جزء نموذج مصغر للجامع عامله من الصدف وحاطينه في البداية على منزل السلم. بصوا كده السقف كده عامل ازاي، حاجة مش طبيعية. الجزء التاني المتحف محمد علي هتشوفوا معايا باقي السرايات، وهتشوفوا معايا المسجد، وكمان متحف الصيد. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو وتدعموا لي القناة، وشكرا لكم، واشوفكم الفيديو الجاي في الجزء التاني. باي باي.